مساء الخير، بداية نشرتنا مع العناوين. عراضة جديدة في جلسة انتخاب اللجان والنتيجة جعجعة من دون طحين. بعد الهرج والمرج والسجالات، متى موعد الرقابة والتشريع؟ الوسيط الأمريكي إلى لبنان خلال أيام، وكلمة لنصر الله الخميس. قراءة قانونية في موقف رئيس الجمهورية من تعديل مرسوم الحدود البحرية. الرئيس عون يكرم المقاوم مسعود الأشقر، ذكراه ستبقى حية في وجدان الوطن. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb، قناة OTV على يوتيوب، وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر، فيسبوك وإنستغرام. جعجعة من دون طحين، هكذا تبدو حتى الآن العراضات السياسية والإعلامية التي يقوم بها بعض النواب الجدد في وقت يترقب اللبنانيون موعد بدء المجلس النيابي في عمله الرقابي والتشريعي الجدي على أمل إطلاق الإصلاح المتأخر، وبعيدا من منطق الهرج والمرج والسجالات التي لا طائل منها التي يفتعلها البعض. وفي غضون ذلك يبقى ملف ترسيم الحدود البحرية الشغل الشاغل على المستويين الرسمي والشعبي، ففيما تم الإعلان عن زيارة قريبة للوسيط الأمريكي إلى لبنان، وفي وقت يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وسائر المسؤولين في الدولة اللبنانية المسار التفاوضي، وفي انتظار الكلمة التي يلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 8:30 من مساء الخميس المقبل، والتي يتوقع أن تتطرق إلى المستجدات في ملف الترسيم، يواصل البعض مزايداتهم الفارغة على مواقع التواصل، محاولين الإيحاء بأنهم أحرص على السيادة ممن أفنى العمر في الدفاع عنها، وأحرص على الحقوق والثروات الوطنية ممن قدم الشهداء والتضحيات في سبيل استرجاع الأرض المحتلة وصونا للحدود. وفي كل الأحوال لن نعود إلى هذا الموضوع في سياق النشرة، إلا أن البداية من ساحة النجم ويوم انتخاب اللجان الأطول في لبنان منذ الطائف على الأقل. إذن البداية من ساحة النجم مع الزميل جورج عبود. مساء الخير جورج، يعني يوم نيابي ماراثوني ومثل ما ذكرنا يمكن الأطول منذ الطائف، خبرنا أكثر عن تفاصيل هذه الجلسة. جورج، نعم، يعني إذا بدنا نعمل جولة سريعة عن مجريات هيدا نهار انتخاب أعضاء اللجان، اللي فينا نقوله بالجلسة الصباحية تم انتخاب لجنتين هي الإدارة والعدل، المال والموازنة، وتم إنجاز 5 لجان بالتزكية، هن الخارجية والمغتربين، الإعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل، لجنة حقوق الإنسان. من بعدها صار في بريك من الساعة 3 للساعة 6 ورجعنا على الجلسة المسائية. بالجلسة المسائية كان مفاجأة عملية التصويت على الدفاع والداخلية يلي بتتألف من 17 عضو ترشح عليها 20، وأيضا التصويت على لجنة الأشغال والنقل المفارقة، أيضا هيدي اللجنة يلي بتتألف من 17 شخص ترشح عليها 30 شخص، وبالتالي إنجاز العملية يلي رح تكون طويلة بتصويت على لجنة الأشغال والنقل لبال ما يصير في عملية التصويت وأيضا عملية فرزة بدها شوية وقت، منروح على تسريع بهيدا الموضوع.
يعني ايضا بالجلسه المسائيه كان في لجنه البيئه، لجنه الزراعه والسياحه، ذهبنا بالتزكيه. باقي عنا يعني 5 لجان بدنا نشوف شو مصيرهم. اذا تم انجاز التصويت بهيدا ال5 لجان مبدئيا الرئيس بري رح يدعي لانتخاب رؤساء اللجان غدا. ليش رحنا على التصويت؟ يعني سقوط الصيغه التوافقيه يلي كان عم ينشغل عليها خلى يصير في عمليه تصويت على بعض اللجان. اذا بدنا ناخذ على سبيل المثال اول لجنه صار فيها تصويت هي لجنه المال والموازنه، الصيغه التوافقيه من بعد عمليه التصويت هي يلي قطعت من قوى التغيير، مرق فيها ابراهيم منينمي، انما من خارج التصويت ترشح فراس حمدان وايضا ترشح مارك ضو، وبالتالي بعد عمليه التصويت سقط الشخصين وما قدروا يفوتوا كاعضاء على هيدي اللجنه. هيدا دليل على انه اليوم 13 شخص او قوى التغيير غير قادرين على انهم يفوتوا بالعمليه الانتخابيه ويقدروا يوصلوا اعضاء زياده، وبالتالي يلي شفناه نوع من الشعبويه، نوع من المراهقه السياسيه، وقلنا انه هيدي ديمقراطيه وايضا نحن فرضنا عمليه الانتخاب. يعني هيدا الموضوع بدنا نشوف اذا رح يخلص اليوم هذا التصويت، اذا رح يخلص باقي 5 لجان من بعدها بدنا نروح على رؤساء. مثل ما كنا سمعنا النائب ابراهيم كنعان يلي استصرحناه من بعد اتمام عمليه انتخاب لجنه المال والموازنه، 121 نائب انتخبوا بهيدي اللجنه، فوق ال 100 صوت نالا النائب ابراهيم كنعان. هيدا دليل على انه غدا بس ينتخبوا رؤساء اللجان رح يبقوا القديم على قدمه، وبالتالي ما رح يكون في اي تغيير الا بعض نواب التغيير يلي فاتوا كاعضاء فقط على هيدي اللجان، علما انه كان في عندهم مطالبات بانهم يرأسوا بعض اللجان وتغيير، وكان التركيز على لجنة المال والموازنة والنائب ابراهيم كنعان وايضا رئاسة العدل ولجنة العدل والادارة وايضا النائب جورج عدوان تغييره. معي النائب غسان عطله، يعني نائب لاول مره داخل المجلس، انما بدنا نشوف مجريات الموضوع. كيف شفتوا اليوم هيدي العمليه؟ سقطت صيغه التوافق، عم نشوف انه قصه نهار طويل وما عم بيكون في خيارات بديله الا انه بعض الاشخاص يلي نجحوا من قوى التغيير دخلوا كاعضاء فقط غير. كيف شفت العمليه؟ هي يعني اختلطت بين صيغة انتخاب وصيغة توافق، يعني تقريبا 70% راحوا بالتوافق وبعض اللجان راحت بالانتخاب، بس على كل الأحوال رجعت إذا بدك الصورة العامة هي لجنة تكون متشابهة بمكان ما تقدر تشتغل، يعني ومش ممنوع على حدا يحضر، يعني بعدين القانون بيسمح لكل نائب انه يحضر حيلا لجنة ويقدم اقتراح ويعترض وكل شيء، بتفرق الموضوع بالتصويت بس مش اكتر يعني. فممكن لاي نائب ساعة اللي بده يفوت حيلا لجنة يبدي اقتراحه ويناقش ويعمل اللي بده اياه. فاليوم هيدي اللجان هي رايحة لتشتغل، الافضل انه ناخدها من منطق الشغل اكتر من منطق العرقلي. كل ما نحن عم نروح بفكر انه نقدر نشتغل كل ما الناس رح ترتاح اكتر، ونحن منا بظرف اليوم انه يكون عنا ترف الوقت تنقعد نشتغل ببعض، نشتغل لمصلحة الناس. بتصور هيدا الشيء اللي الناس ناطرته منا، مش ناطرة منا نقعد نشتغل بقلب الجلسة نعمل شوية شعبوية، ما تقدم وما تأخر شيء للناس. ظرف الناس برا صعب، مطلوب اليوم منا كلنا نكون عقلانيين وكلنا نشوف شو معقول نقدر نسهل على الناس ونقدم لهم أمور تحسن لهم وضعهم اليوم ونساعدهم ببعض القوانين وبعض المشاريع اللي فيها تخدم الناس اليوم، مش تقعد تأخر بالوقت وتعرقل مع الناس. معليك وسعادتك، يعني بوقت المطبخ التشريعي كتير مهم، كنا شفنا انه على طول التيار الوطني الحر عم ينسب بالشارع، بينما اجت المفكرة القانونية يلي هي جهة حقوقية محايدة وضحت قبل الانتخابات انه التيار الوطني الحر اكثر كتله ادبت مشاريع قوانين فاقت 300 مشروع قانون. قد ايه مهم انه تكونوا متواجدين بكل هيدي اللجان تتكملوا بالمشاريع القوانين يلي انتم كنتم متقدمين فيها؟ شوف، بتصور هيدا المكان الطبيعي للانسان يثبت حاله اذا هو فعلا جاي يقدم شيء او جاي فقط هو للعرقله او جاي يعمل شويه شعبويه بدون تقديم اي مشاريع. فالتيار الوطني الحر اثبت بدخوله للمجلس انه هو
ابن هيدي المؤسسات وجاي يعطي ويضيف من اللي عنده داخل المؤسسات بالطريقة القانونية والعلمية، مش بالطريقة لا الصريخ ولا الخناق ولا الشعبوية الزايدة اللي ما بتقدم متأخر. هيدا بين بالأرقام، واليوم نحن كمان مدين إيدنا لكل اللجان، مدين إيدنا لكل زملائنا النواب لنروح نشوف كيف بدنا نتساعد نقدم القوانين اللي نحن يمكن ما قدرنا وصلناها لخواتيمها، نتساعد مع النواب الجدد ومع النواب السابقين بأنه اليوم نروح فعلا بنهج إصلاحي من خلال كتير قوانين نحن قدمناها، وإذا في حدا عنده قانون كمان يقدر يعطيه أهلا وسهلا. بالعكس نحن داعمين لكل اليوم شخص جاي يقدم قانون لمصلحة الناس، إن كان بأموال الناس الموجودة ومعاقبين عليها لأنهم يشتغلوا وتعبوا كل حياتهم واليوم محاصرين بهذا الموضوع، وإن كان من استرجاع الأموال، من كان من الكابيتال كنترول، كل شيء اليوم لمصلحة الناس نحن جاهزين نمد إيدنا لكل الكتل ولكل النواب الجدد ونساعد نحن وياهم تنقدم شيء للناس جديد. حضرتك كنايب جديد اليوم بأي لجان مشارك؟ أنا مشارك بالشباب والرياضة وبالبيئة. ليش؟ لأنه بتعني لي منطقة الشوف بيئيا كتير، أنه نحافظ عليها ونقدر بالعكس نهتم فيها أكثر ونساعد تنحسن صورة الشوف بيئيا بشكل كتير حلو، وخاصة بقية لبنان كمان، لأنه لبنان يعتمد على هيدا المناخ الرائع والطبيعة الرائعة، إذا حافظنا عليهم فينا نقدم شيء أفضل للناس وللوطن. والشباب والرياضة لأنه بحس أنا أنه المرحلة اللي جاية هي مرحلة هودي الشباب، نقدر نعطيهم أفق جديدة يقدر من خلالهم يتواجدوا ويبقوا بهذا البلد ويقتنعوا أنه هني عندهم شيء قادرين يقدموه. مبروك ويعطيك ألف عافية. إذن إذا فينا أيضا نلخص بشكل سريع اليوم العملية الفرز اليدوي، عدم استعمال الفرز المكننة خلت يصير في وقت طويل، يعني أول لجنة، لجنة المال والموازنة، أخذت ساعتين ونصف ما بين التصويت وما بين الفرز، يعني خلى يصير في شوي من نوع الفوضى داخل المجلس النيابي بالجلسة الثانية، وبالتالي هذا الموضوع خلق نوع من الدردشة الجانبية وشوي من الفوضى. كان الرئيس بري على طول عم يتدخل من أجل ضبط هيدي الجلسة، وأيضا كان في سجالات متعددة، أول سجال بين فراس حمدان يلي احتج على اسمه غير موجود، بينما ما كان مطلع على النص وعلى نص المجلس انه في زيد اسمه بخط اليد، وبالتالي صار في سجال بينه وبين علي حسن خليل، وقال له يا ابني، قال له رد عليه فراس حمدان، قال له انا مش ابنك، انا زميلك بالمجلس. ايضا النائب بولا يعقوبيان كانت صرحت وقالت انه الرئيس بري ما عم يدعي على جلسه تشريعيه بموضوع طارئ مثل ترسيم الحدود، علما انه دعوه مجلس النواب قبل ما اكتمال انتخاب اللجان ورؤساء اللجان ما في يروح على جلسة تشريعية. رد علي رئيس بري وقال له وين كنت من 12 سنة لما أنا كنت عم بشتغل هيدا الموضوع، وأيضا على سبيل المزاح قال أنه جوزة صاحبنا مش رح نرد علي ورح يكتفي بهيدا الرد فقط لا غير. يعني نحن بانتظار اكتمال هيدا الصورة، بعد فيه 5 لجان بدنا نشوف مين منهم رايح على التصويت من بعد اجتياز التصويت للجنة الأشغال، ومين منهم رح تطلع بالتزكية. وبهيدا الوقت أكيد بنستمع لتصاريح لعدد من النواب خلال هيدا النهار الانتخابي لأعضاء اللجان الطويل. في تواصل مع الكل عم بيكون من نواب تغييريين أو من كتل تانية، التوجه أو التمني دائما هو أنه نقدر نوصل لباكج توافقية لنقدر مثل ما نقول دائما نرجع نعيد عمل المجلس النيابي اليوم بعد انتخاب أعضاء جديد ونبدأ نشتغل بالقوانين اللي موجودة بين إيديه، وهذه ضرورة. بتمنى أنا اليوم نوصل لمجال أنه نلاقي هالصيغة توافقية وكل النواب يرجعوا يفتحوا بلجانهم ويبدوا العمل اللي مطلوب منهم بخدمة الناس. جريت العادة أنه يكون في نوع من التوافق على العمل، لأنه الهدف مش رئاسة أو مقرر اللجنة أكثر ما أنه هو الهدف أنه اللجنة هاي يكون فيها أعضاء حابين يشتغلوا ويكونوا منتجين ويقدروا يشتغلوا على قوانين ويدرسوا قوانين ويشرعوا بطريقة ونوعية، وهذا اللي مطلوب اليوم بهالظروف الاستثنائية. حكيوا معنا أكثر من شخص، حكي معنا بالمواضيع اللي ما تروح اليوم موضوع اللجان، وقلنا شو اللي عنا إياه بكل وضوح وقدمنا ورقة على ترشيحاتنا، ورقة واضحة. نحن عم نطالب بلجان بنقدر نشتغل فيها، أكان بالموضوع الاقتصادي، أكان بالموضوع المالي، أكان بالموضوع التشريعي. يعني ما حطينا إنه يا هذه اللجنة يا ما بنقبل، حطينا أكثر من احتمال، وناطرين بعدنا لهسه. نحن ناطرين لنشوف شو اللي
شو اللي حيكون معروض وكيف بدنا نتصرف. إذا بدك العملية الديمقراطية مثل ما عم تاخد هذا المسار، أوكي شيء طبيعي لما في انتخابات، بس كمان اليوم عم نشوف ثغرة أساسية إذا بدك مجلس النواب. هل بدنا نروح دائما على التصويت للجان 17 لجنة وعدد لا يستهان به من المرشحين؟ أيه. لازم نروح على التصويت الإلكتروني، يعني لازم عن جد هذا الموضوع يكون على جدول أعمالنا بأول جلسة لأن نحدث ونعصرن جلسات مجلس النواب، وبالتحديد لما بيكون في تصويت من هالنوع. بقى هلأ الشيء أكيد أنه في مسار آخذ مدى هلأ على صعيد الانتخابات، إن شاء الله نخلص اليوم يعني، بس هي عم بيصير في مشاورات جانبية من أجل انسحاب كم نايب من لجنة تصير على العدد المطلوب. مبروك 120 ظرف وورقة حزت فوق 100 صوت ورجعت انتخبت، هل هيدا دليل على أنه راجع رئيس للجنة المال والموازنة؟ يعني حسب، أولا بشكرك وطبعا بشكر ساقة الزملاء النواب، ويبدو من التوازنات هيك، بس الأهم أنه نقدر ننجز. يعني هذا الموضوع اشتغلنا بالماضي كتير، عملنا مهمتنا التشريعية والرئابية، لكن إجا الوقت هلأ خلص، يعني لازم الكل يتعاونوا حتى نخلص هالبلد على الأقل من هالمحن اللي هي عم تتخطى الاقتصاد والمال، عم تروح على المعيشة، عم تروح على الخبز، عم تروح على كل شيء. بقى أنا برأيي هلأ أهم الشكليات هو الشغل، وبأسرع وقت ممكن حتى حكومة كمان تتألف، مجلس نواب يبلش يشتغل، التشريع يمشي. بتعرف لجنة المال هلأ في عندها مهمات أساسية، يعني من خطة الإنقاذ لموضوع الموازنة لإعادة هيكلة المصارف إلى آخره. فعلياً كانت رئاسة يعني المال والموازنة والإدارة والعدل هي بالعرف للمارونة، كان بدهم يرشحوا درزي عليها في حال قدر ينجح بالتصويت. كيف بتقروا هيدا اللي عم بيصير اليوم داخل المجلس؟ بعتقد أنه لا، يا أعراف على الكل يا أما بلا أعراف. نحن بتعرف بالتيار من دعاة العلمانية الكاملة والشاملة، لكن ما فينا نجزئ، مش منيو على كارت، مش عملية وإلا بتخل بالتوازنات، وهذا أمر مش مسموح. وبالتالي اللي حصل هذه إرادة ديمقراطية تجلت اليوم، حافظت على الوضع إذا بدك اللي هو قائم، لكن نحن طبعا دعاة تغيير قبل ودعاة إصلاح من الأساس، وهذا موضوع بده شغل على مستوى النظام ككل مش على مستوى لجنة. ملف ترسيم في صدارة الاهتمام، خصوصا مع الإعلان عن زيارة قريبة للوسيط الأمريكي. وكلمة لنصر الله الخميس. وحده ملف ترسيم البحري يستحوذ على المشهد اللبناني منذ أيام، والعيون ليست فقط على الحدود الجنوبية بعد استقدام العدو الإسرائيلي السفينة اليونانية إلى حقل كاريش، وما استتبع هذا الفعل من مواقف لبنانية رسمية وشعبية رافضة ومتمسكة بحقوق لبنان، بل الجديد اليوم العودة المرتقبة بعد أيام للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين. فتطورات الساعات الأخيرة وكل ما رافقها سرعت بعودة الوسيط الأمريكي إلى لبنان، وهذا ما يرى فيه مصدر مواكب بالأمر الجيد، فالأخير كان مبتعدا عن الملف بالجغرافيا والزمن، أما الآن فلمس جدية ما يحصل، ولهذا السبب سيعود ويتابع المصدر. وعندما يعود الوسيط الأمريكي تتاح الفرصة لنا بتقديم ملاحظات لبنان على المقترح، لأننا كلنا اتفقنا أن المفاوضات مباشرة مع إسرائيل والمفاوضات التي كانت تحصل في النقورة علقت من الجانب الإسرائيلي أحديا، ولذلك تم استبدال كل ذلك بمفاوضات وزيارات مكوكية من أوكستين بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي فور عودته إلى لبنان سيعاود هذا النشاط. وعلى وقع انتظار الساعات المقبلة وما ستحمله، يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الحريص على تثبيت حقوق لبنان البحرية، يتابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت. وتلقى رئيس عون تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة اليونانية قبلت المنطقة الحدودية البحرية. وكان أعلن مكتب الإعلام في قصر بعبدة أن هوكستين سيصل إلى لبنان خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية
والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فذكر خلال انتخاب اللجان النيابية أن الوسيط الأمريكي سيزور لبنان نهار الأحد أو الاثنين. بدوره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جدد التأكيد أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والتي تتم معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية وتحرك المفاوضات غير المباشرة مجددا، مشددا على أهمية إبعاد هذا الملف عن السجلات الداخلية والحسابات السياسية، فهو ملف يخص جميع اللبنانيين ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره. وسط كل التطورات الميدانية والكلامية، ترقب أيضا لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الخميس المقبل، وماذا سيطلق من مواقف حول ملف الترسيم البحري. وبعد الجدل حول المرسوم 6433، ماذا يقول الخبير الدستوري عهد اليمين عن موقف رئيس الجمهورية عبر حوار اليوم من الأوتي؟ فيما لو بادر رئيس الجمهورية أو السلطة التنفيذية إلى إصدار مرسوم بإعلان الخط 29، وأنا لا أدعو إلى الإحجام عن ذلك أبدا، ولكن من باب التحليل والشح سيعني ذلك انتهاء المفاوضات غير المباشرة مع العدو، لأنه إذا أعلنت أنت هلا الخط 29 من خلال تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011، فذلك يعني أنك أنهيت المفاوضات لسببين. السبب الأول أنه أنت أخذت خيار باتفاق الإطار انك تجرب تحاول بالمرحله الاولى تحصل حقوقك كلبنان خلال التفاوض غير المباشر، واذا جيت اعلنت المرسوم يعني انت عم بتقول تخليت عن هذا الخيار، ومفاوض العدو الاسرائيلي راح يقاطع المفاوضات، وبالتالي انت امام احتمال وحيد، ومش عم بقول انه هيدا يمكن ما يوصله، بس عم بدك اللبنانيين جميعا ياخذوا هيدا القرار، معناتها انت قررت استرداد حقوقك بالحرب، ما تخليت تكون عن التفاوض غير المباشر، وهيدا ممكن يوصله، ما عم بقول انه هيدا الشيء منه وارد. نقطة ثانية، انت وقت لما تقرر انه خط التفاوض بموجب المرسوم بموجب تعديل المرسوم هو خط نهائي، اذا جيت اعتمد الخط 29 هو خط نهائي، وهلا البدء انه هو نهائي او لا، طبعا الامر يحتاج الى دراسات، ما مش بعجاله هلا قدرانين نحسب الموضوع، ولكن اذا انطلقنا من الخط 29 هو خط نهائي وكرست ذلك بمرسوم، معناتها انت اذا بالتفاوض وصلت لمطرح اقل من 29 معناتها انت ارتكبت الخيانه العظمى، ومنشان هيك معناتها انت كلبنان عم بتقرر انه هذا الخط 29 هو خط نهائي وبالتالي غير قابل للتفاوض، وحيث انه الافرقاء الاخرين مش مسلمين بهي الامر معناتها انت عم بتقول انا راي على حرب. تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الأمريكي آموس هوكستين. وجدد الرئيس ميقاتي تأكيد أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية وتحرك المفاوضات غير المباشرة مجددا. كما لفت ميقاتي إلى أهمية إبعاد هذا الملف عن السجلات الداخلية والحسابات السياسية كونه يخص جميع اللبنانيين ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره. رئيس الجمهورية يكرم الراحل مسعود الأشقر بمنحه وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، منوها بالخصال التي كان يتمتع بها الراحل لسيما الشجاعة وإخلاصه لأصدقائه وحبه للوطن.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أنري خوري، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعمل المحاكم ومواضيع تختص بوزارة العدل. واستقبل أيضا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث يونيتار نيخيل ساث، والمسؤول عن قسم الدبلوماسية المتعددة الأطراف في المعهد ربيع الحداد، حيث اطلع على نشاطات المعهد والدورات التي ينظمها في عدد من دول العالم والورشتين التدريبيتين حول الدبلوماسية التجارية للدبلوماسيين العاملين في لبنان اللتين تقامان في بيروت بالتعاون مع منظمة الإسكوا. وأعرب ساث عن رغبة المعهد في تعزيز عمله في لبنان والاستجابة للطلبات التي تقدمها الدولة اللبنانية في إطار حاجاتها. ورحب الرئيس عون بساث متمنيا له التوفيق في زيارته إلى لبنان، معربا عن تقديره لما يقوم به معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث منذ نحو 60 عاما والأهمية التي يمثلها كذراع تدريبي الأمم المتحدة في الدول النامية بشكل خاص، فضلا عن أهمية الميادين والمواضيع التي يتم التدريب عليها سواء لجهة تدريب الدبلوماسيين أو شؤون التنمية المستدامة والبيئة وإدارة النفايات والمواد الكيميائية وتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والبشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد الرئيس عون على أهمية تعزيز التعاون مع المعهد، لافتا إلى أن لبنان يحتاج بشكل خاص إلى زيادة الوعي والتدريب في مجال الفساد، نظرا لضرورة محاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات وتحصين الإدارات الرسمية. وأشار رئيس الجمهورية إلى اعتماد لبنان على الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة على كل الصعد للتعافي وإعادة النهوض، خصوصا بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرض لها. ونوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه حداد في نشر أهداف المعهد ودوره الرائد. إلى ذلك كرم الرئيس عون الراحل مسعود الأشقر بمنحه وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، سلمه إلى أرملته السيدة جريتا الأشقر في حضور رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بوروس عبد الساتر وعدد من أفراد العائلة وأصدقاء الراحل. وألقى المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد كلمة عدد فيها مآثر الفقيد. ورحب الرئيس عون بالمطران عبد الساتر وأفراد العائلة وأصدقائها، مستذكرا الأوقات التي جمعته بالراحل مسعود الأشقر، خصوصا خلال الحرب الأهلية والأيام الصعبة التي عاشها لبنان واللبنانيون. ونوه الرئيس عون بالخصال التي كان يتمتع بها الراحل، لا سيما الشجاعة وإخلاصه لأصدقائه وحبه للوطن. وقال: كنا نعتز بصداقته التي بقيت بيننا لآخر يوم من عمره، لأنه كان رجلا محبا ووفيا. وتلقى رئيس عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة إجراء الانتخابات النيابية، ومنها برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم. تطبيق قانون الدولار الطالبي انطلق، ولكن ماذا عن تعاطي المصارف مع ذوي الطلاب المقيمين في الخارج؟ للمزيد تنضم إلينا المحامية أرلات بجاني. مساء الخير ماتر. طبعا هيدا الموضوع اللي أخذ وقت كتير اليوم عم بيتطبق، ولكن إلى حد ما لازم يكون في وعي عند الأهالي ليتابعوا القضية وياخدوا حقوقهم. خبرينا أكتر هيك للأهالي اللي عم تختلط عليهم الأمور مع المصارف. بونسوار. انا بدي اقول انه لازم الاهالي يعرفوا شيء مهم كثير، الوقت اللي عم بيضيعوه ليروحوا فيه على المصارف، والمصارف عم بتاجل لهم كل يوم، بيقولوا لهم اعطونا مصرف زياده، وما بيقولوا لهم لا، يعني عم بيروحوا عليهم هيدي المهن لحتى تخلص السنه وما يكونوا عملوا شيء. اسرع مما يروحوا على المصارف يروحوا لتطبيق القانون اللي تعدل يلي صدر من 3 أشهر تقريبا، ويلي هو قانون كثير مهم، ألزم المصارف بتحويل 10,000 دولار للطلاب بالخارج سنوياً عن كل سنة جامعية تحت طائلة تطبيق، يعني عقوبة كثير مهمة اللي كانت الحبس، استبدلوها على كل مصرف بيمتنع عن تحويل 10,000 دولار طالبي. الأهل بيتوجهوا دغري لقضاء العجلة، بقضاء العجلة على أمر على عريضة القاضي بيلزم المصرف بالتحويل. شو يعني أمر على عريضة للأهالي اللي عم يسمعونا؟ أمر على عريضة يعني هو طلب للمصرف مرفق بالمستندات اللي هي 3 القانون حددها، إفادة تسجيل، إفادة بالمدفوعات تبع الجامعة، وعقد الإيجار أو آخر وصل من الإيجار. مرفق بهالثلاث طلبات، بهالثلاث مستندات، الطلب بيتقدم لقاضي العجلة يلي ضمن نطاق السكن. قاضي العجلة ببلغ المصرف
ليبدي رأيه وملاحظاته بخلال 3 أيام أو 5 أيام أو أقل كمان، وبعدها قاضي العجلة ملزم أنه يصدر حكمه أو قراره بإلزام المصرف بالتحويل $10,000. فإذا يا أهالي الطلاب بليز، هذا القانون إجا لصالحكم، مفروض ما تضيعوا وقت بالمصاريف، تروحوا دغري على قضاء العجلة يلي هو رح يحولكم $10,000 على كل سنة جامعية من وقت ما بلش الاختصاص تبع أولادكم. وبدي أضيف شغلة كتير مهمة، القانون قال على المصارف، ألزم المصارف، يعني في صفة الإلزام، ما فيهم يرفضوا، يعني ما فيهم يرفضوا. والاستئناف يلي دايما منخاف منه أنا أنه يستأنفوا القرار، الاستئناف لا يوقف التنفيذ، يعني بمجرد ما قاضي العجلة صدر قراره بإلزام المصرف بالتحويل على المصرف أنه يتأيد بهذا القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية عم تكون كتير كبيرة، يعني عم بتوجع المصاري. صدر قرار رسمه من شهر عن قاضي عجلة بهذا الموضوع وعم تتكرر هذه القرارات. هيدا بدي أسألك، يعني في حالات صارت لنطمن الناس أنه سريعة؟ لأنه دائما بس بنقول بتروح الأمور للقضاء، يعني بتاخد وقت، هون لا، لأنه قاضي العجلة بهذا الموضوع ما بتاخد وقت، بموضوع العجلة بأمر على العريضة ما بتاخد وقت. وصدر قرار كتير جريء يعني بيقول، وصدر خلال يعني مهلة 10 أيام، ما في وقت، يعني صدر بخلال، يعني ما يضيعوا وقتهم بأنه يجيبوا مستندات وقصص، يروحوا عند القاضي العجلي، لأنه هيدا الأمور صارت وبتصير مع كل مواطن، ما يستخف لأنه القانون انطلق وتطبيقه ملزم على المصارف، صح؟ باختصار ملزم وسريع وغير قابل للاستئناف، يعني هو قابل للاستئناف بس الاستئناف لا يوقف التنفيذ، وهي شغله كثير مهمه، يعني مجرد طلع القرار وتحت طائله غرامه اكراهيه على كل يوم تاخير المصرف بيتاخروا. بنتمنى على كل الاهالي انه يكونوا على وعي وعيين المهم كثير يلي صدر. أكيد، شكرا على هذا التوضيح وعلى هذه المعلومات المحامية أرلات بجاني. مشاهدينا فاصل ونعود لمواصلة النشرة. أهلا بكم من جديد. عقد عضو تكتل لبنان القوي النائب شرب المارون لقاء موسعا شارك فيه قائم مقام البقاع الغربي ورئيسي اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب والبحيرة يحيى ظاهر ونائب رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية المنصورة داني الجاويش ورئيسي بلدتي لالا وبعلول وفاعليات من قرى البقاع الغربي. تم في خلاله البحث في شؤون وهموم المنطقة، وتركز البحث أيضا على مسألة الكهرباء لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة. وشدد المشاركون على وجوب توحيد الجهود والابتعاد عن المناكفات لمحاولة إيجاد الحلول لجميع أبناء المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. نحن اليوم جينا بزيارة لمستشفى الخربي يلي بنعتبرها الأساس بالطبابة على خط بقى الغربي، بالإضافة إلى مستشفى مجغرة أكيد مشكورة لكل جهودها. مستشفى الخربي وضع صعب جدا، الموظفين عم بيعانوا ما يعانوا، نحن بنشكرهم من قلبنا على صمودهم خصوصا بهالظروف الصعبة. نحن مش بس جايين لنوقف حدهم، نحن جايين لحتى نشتغل نحن وياهم لمستشفى أفضل، لمستشفى يكون بدل ما يكون بس مستشفى قادر ياخذ العمليات العادية، نطور حالنا لتثبيت الوجود، ليكون عندنا مقومات بقاء أساسية، وأساسهم هي يكون عندنا مستشفى مرتب وبليق بأهل المنطقة. فنحن راح يحضروا مدير المستشفى مع أعضاء المستشفى، راح يحضروا المطالب، راح ننقل هالمطالب للوزير بسرعة، راح نشوف شو بيتأمن، راح نحط أفكار على الطاولة، وراح نتابع كل هالأمور مع كل أهل منطقتنا، حتى لو اضطرينا إنه تتساعد كمان من أهالي المنطقة الميسورين بداخل البلد وبالخارج من المغتربين.
اتفقد عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جابور معامل توليد الطاقة الكهرومائية في البارد، حيث جال داخل أقسام المعامل كافة واطلع من الموظفين على أوضاعهم وأوضاع وحدات الإنتاج ومحطات التحويل، مستمعا إلى شرح مطول عن مراحل تشغيل هذه المعامل وكيفية إنتاج الطاقة الكهرومائية وعمليات تحميلها على شبكات التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان التي تقوم بدورها بتوزيع هذا الإنتاج على المناطق اللبنانية كافة. وشدد جبور على مواصلة متابعة هذا الملف حتى الوصول إلى النتائج المرجوة. نحن طبعا بمرحلة انتقالية ما بين تسليم الامتياز للوزارة ولكهرباء لبنان وما بين تعيين إدارة جديدة والعمل على تطوير. أنا يعني بصفة اليوم نائب عن منطقة عكار وببداية ولايتي النيابية سأسعى مع زملائي النواب مع وزارة الطاقة ومع المعنيين بكهرباء لبنان لإلاء هذا المعمل الجهد اللازم والاهتمام اللازم لتطوير انتاجيته وتوسعته، لأنه اليوم نحن لبنان ما عم يقدر يدفع حق الكهرباء وعنده بنفس الوقت طاقة بديلة مجانية من الثروة المائية، لذلك علينا الاهتمام وتأمين الصيانة اللازمة للمعامل لبرك المياه وتعزيل برك المياه والاهتمام بالموظفين لحتى نوصل إلى تعزيز إنتاجيته وتخفيفا لأزمة الكهرباء عن المنطقة عن عكار وعن كل لبنان. فاصل جديد ونعود. أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنات إلى أن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في سياستها المتحدية بشأن ملفها النووي، موضحا المواصلة العمل ضد إيران لثنيها عن اجتياز العتبة النووية ولا شيء سيكبل أيدينا كما قال. وإلى الأحوال الجوية. مساء الخير. طقس ربيعي معتدل عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، درجات الحرارة بتعود للارتفاع بين الخميس والسبت، إذا جو مشمس إلى قليل الغيوم لبكرة وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية بنشوف سوا. نبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 27 درجة، طرابلس 29، العاصمة بيروت وصور 28 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 32، اللقلوق 21، زحلة 31، وجزين 25 درجة. نسبة رطوبة ساحلا مرتفعة وبتوصل لل 85%، الرياح سطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذا شو هي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالجنوب وعلى الجبال، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية مساء، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 29 درجة. للخميس الجمعة والسبت جونا صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لل 31 درجة للخميس والجمعة والسبت لل 32 درجة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.